مرحبا، فيك تعرفنا عن حالك؟ أكيد. أنا محمود الشطل، فاوندر اوف طاقتنا من الأردن، وبشتغل في رينيوبل انرجيز مينلي، وانفنتد ا نيو كلاس اوف وين تيرباينز. ليش جيت على الوركشوب؟ جيت اتعلم نيو مودلز، هاو وي كان يعني ري انفنت او تو ترانسفير الايديا انتو ا وركينج كونسبت بسرعه. ف بتوقع اني اطلع بتجربه مميزه بتاهلني اني اسرع العمل في الستارت اب تبعتي، او اسرع تحويل الافكار لمنتجات في السوق. انتوا هلا رح تشتغلوا ضمن فرق، شو المشاكل يلي متوقعه تواجهها انت عم تشتغل مع غير اشخاص؟ كانت مشاكل تقنيه او مشاكل تنسيق او الاتفاق على فكره معينه؟ بتوقع اهم المشاكل اللي نواجهها هلا بسبب اختلاف الباك جراوند والانترست، يعني اختلاف اهتمامات الاشخاص، انه كل واحد يكون متحيز لافكاره او الاشياء اللي هو بيعرف فيها اكثر. ولكن اذا بنناقش الافكار تبعتنا وبنشوف اني فكره بتقدر تقنع باقي الفريق اكثر، بتوقع هي اللي راح تمشي. في عنا مشكله كمان، انه الفكره اتوقع انها بعيده عن تخصص كل واحد من الفريق، ولكن كل واحد اذا بيفكر بيلاقي في لها في كومون انترست بينه وبين الفكره. يعني مثلا الفكره في عالم صناعه الفود اندستري، واحنا في الانرجي اكيد وي نيد ذا انرجي عشان تو برودوس الفود، فبنشوف ميوتشوال انترست هاو وي كان كونتريبيوت في هذا الموضوع. شكرا لك. شكرا لك. الله يخليك. ثانك يو. تكون عافيه.